السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كما كتشوفوا الحداد راجع باش يصاوب لنا الباب، لأن الساريات كملوهم لينا، أنا غنوريهم تشوفوهم. وطبعا الباب اللي اختارينا إن شاء الله مازال ما كملش صراحة، ولكن فضلت أنني نحط لكم تشوفوه. كما كتشوفوا الساريات هما هادو، درنا الباب كما قلت لكم من قبل، درنا فيه 4 متر ديال العرض باش أي آلة أو لا كاميو أو لا يدخل، لأن الباب كان عندنا صغير فيه غير 3 متر. كنا من الأول فاش درناه درنا على أساس غادي غير نقضي به واحد المدة على ما نقدروا نديروا باب مزيان. طبعا كنا صراحة معولينش على هذا الباب دابا، لأن ما دخلش نهائيا في الميزانية ديالنا، ولكن معليش كل حاجة حيدناها إلا وكتكون حسن، لأن كتنقص علينا من الحساب. هنا كما كتشوفوا الحداد راه صاوب الكادراج، ما بغيتش انا الباب ديال الحديد كامل، لان خصنا شي حاجه اللي يدخل فيها الخشب باش تجي اسوختي مع هادشي اللي حنا بينا. كما كتعرفوا دابا هادي اون كابان، يعني كابانو كما معروف عليه كيقولوا له كابانو. ما نقدروش نديرو مثلا الباب ديال الحديد مسدود كله، يعني فضلنا اننا نديرو الخشب. ثاني حاجه ما بغيناش نديرو الحديد كامل، لان غادي تخام غالي، وكما قلت لكم حاليا ما كناش عوالين عليه، داكشي علاش الخشب كناخذوه عند السيد اللي كيطلقنا كيصبر علينا، وداكشي راكم عارفين كنعطيوه بشويه بشويه. المهم الخشب درناه صحيح، مازال غادي تشوفوا المرحله ديال الخشب هي اللي بقات لنا ان شاء الله. هنايا كما كتشوفوا سليمان راه كيصبغوا بلون تيغوي، هنا كشيت هاد القفل وداكشي باش ما يتوسخش غير بالسكوتش ديال الورق ديال البابي. وطبعا غادي خصنا نديروا طبقه اولا اخرى زعما مورا هادي اولا جوج، باش غادي تحمل الكادر ديال الباب مزيان، حيت هو ديال الحديد وخصنا ندخلو له مزيان هذيك لونتيغوي باش ما يبقاش يعني لو ريسك انه يتصدى من بعد. المهم الغد ليه راه جا الحداد باش يركبوا الباب. هنا كما تشوفوا هذوما الناس اللي بناو لنا هاد الساريات، صراحه الله عمرها دار دراوش. مازال غنخلي لكم النمره ديال السي مراد، راه هو اللي يعني هو اللي جاب الناس اللي خدموا الناس الساريات، صراحه ما غلاوش علينا، ثمن مناسب. وبالنسبه للناس اللي في هذه المنطقه هذه ديال بن سليمان الا بغاو يتعاملوا معاه، فغادي نخلي لكم النمره ديالو. هنا كما كتشوفوا راه كياخذوا العبارات باش يديروا دوك اللي غيشدوا الباب، ما عرفتش كيسميهم دوك، المهم داك الشدات ديال الباب، وفيهم ديك الرونما باش كيكون الباب صحيح. راكم عارفين هادشي اللي كيديروا في البيبان كاملين ديال هكا ديال الدخلات ديال المزارع اولا. المهم راه كيديروا هذاك ديال الرونما، الصراحه عجبني بزاف، لان هذيك دوك البيزاكارت واخا كيكونوا كبار حتى يعياو، لا بد انهم مع الوقت كيصديو اولا كيضيعوا. كنظن انا هاد الرونمات كيخليو الباب كيتحرك ليبر وما كيديرش تكزكيز، يعني الصوت ما كيكونش. المهم هنايا كما كتشوفوا راه بداو كيعبروا، وكنتشاوروا باش نشوفوا، لان باقي غادي ندير واحد الدخله ديال الدار، داكشي علاش كنعبروا باش نخليو الباب يجي طالع، ما يجيش على الحد ديال ديك الساروت اولا ديك اش كيقول هذاك الشيناج ولا ما عرفت سميتو، المهم ديك اللي في الارض ما بغيناش يجيو على الحد ديالها، باش نقدروا من بعد ان شاء الله راه لابد غادي نفينيو هاد القدام ديال الدار. دابا حاليا راه حنا كنزلعوا عليه غير الكياس، ولكن من بعد راه ضروري خصو يتصاوبوا، داكشي باش كنضربوا حسابو باش نخليو تقريبا واحد 10 سنتيم ديال العلو بين الباب وبين هذيك الساروت اللي دايزه. صافي من بعد هنايا راه خداو العبارات وحفروا البلايص ديال هذا، بقى غير الخدمه ديال الحداد غادي يكمل، لان خصو يلاقي البيبان الطريقه اللي دار مزيانه، يعني ما ركبش كل دفه بوحده، وكنظن هادشي هي الطريقه اللي يكونوا كيديروا كاملين. الله اعلم، ما عرفتش انا صراحه، لان ما اول مره نركبوا باب كبير بهذا الحجم، وهو راه لقاهم بجوج. لكن تشوفوا راه واحد مسبوق واحد ما مسبوقش، لان فاش يعني الحداد كان كمل هذاك بدينا كنصبغوا له لافاس، ما كفاناش داك النهار، النهار الاخر عاد جا، معليش المهم انا غادي نصبغهم من بعد. وهنايا كيلاقيهم بجوج وكيحاول يجيبهم في نفس النيفو، يعني ما يكونوش عوجين لا في العلو ولا في كلشي، باش لاقاهم بواحد الطريفات ديال الحديد كما كتشوفوا راهم ملاقين، باش كي يركب الباب ناضي ومقاد عاد من بعد هزوا معاه ويعني يشدوه في بلاصتو.
وخداو داكشي ميزان وكلشي، عاد بدا داكشي راه كيسودي داخل في الباب في دوك نورمال القطبان اللي هما بغينا ندورو كاينين في معاه السارية. واش وطبعا ما راه ملي دار واحد الخدمة نقية صراحة، لأن اه حتى هذوك ها القطبان بيناتهم دار لهم واحد الطريفات باش اه كيشدوا في بعضياتهم مزيان، ما يا يكونش ساتر شاد غير في الحديدة غير في قطيب واحد، غير باش نصبغو انا. كيشدوا فيهم كاملين. وطبعا حتى هاد فاش كيتلاقاو البيبان راه دار واحد البياسة زوينة صوبها، كتدفن في الأرض باش كتخلي الباب فاش تحلوه ما يبداش يتحلل على برا كامل. المهم داكشي ان شاء الله مازال غادي تشوفوه من بعد. صافي هذا هو اللي كاين، هذا هو اللي خدمنا كما قلت لكم. باقي ان شاء الله غدا غادي نمشيو باش يعني ناخذ الفيرني، باش غادي نفيرنيو داك الخشب مزيان، غنديرو له لاتانت. طبعا الفيرني اللي غادي نحتاجو، غادي نحتاجو شي فيرني اللي هو مزيان وكاليتي مزيانه اللي تصبر مع الشمس، وغادي نديرو طبقات كتر. هذا هو اللي كاين. المهم غادي الا مشيت شي بلاصه راه نديكم معايا، لان كما كتعرفوا حيت ما نخدمش ضروري انني نديكم معايا فين ما مشيت. كما كتشوفوا هذا الباب راه محلنا بزاف دابا حاليا، احنا باقي خاليين الباب الصغير لان باش ما يبقاوش يدخلوا الكلاب. كما كتعرفوا دابا راه باقي خاوي. صافي هنايا كما كتشوفوا راه بديت كندير لونتيغو للجهات اللي ما كانش فيهم الصباغه. وطبعا كما قلت لكم غادي نخلي تينشف، انا راه خدمت في هذا الباب هذا يعني تصورت لكم غير مقطع صغير ومشيت خدمت فيه حتى طاح عليا الظلام باش حبس، لان ما غاديش يبقى كيبان لي. وكما كتعرفوا الخدمه ديال الليل الضحكه ديال النهار كما كيقول المثل، داكشي باش المهم رانا حاولت نعمرهم مزيان يعني دوك الفجوات ديال البيل الحديد وكل شيء حاولت نعمرهم مزيان. وباقي ان شاء الله غادي نزيد طبقه اخرى باش يتحمل الباب مزيان وما يضيع لناش مع الوقت. وصافي هذا هو اللي كاين. المهم ان شاء الله ان شاء الله كنظن غادي يعجبكم هذا النوع ديال البيبان. الخشب كما قلت لكم ما درناش الخشب داك الرقيق اللي كنخدموا به، درنا الدوبل ديالو تقريبا يعني غليظ باش يكون صحيح وفي نفس الوقت يعطينا لوك مزيان وجاي اسوختي مع الشيء اللي درنا حنا. وطبعا راه بالنسبه لينا راه طايح رخيص، بالنسبه لينا ماشي رخيص رخيص، ولكن بالنسبه لينا حنايا حاليا راه ناقص، لان كما قلت لكم الخشب هزينا عند السيد اللي كيطلقنا يعني كيصبر علينا وكنعطيوه بشويه بشويه. الحديد كذلك حتى دابا راه حنا هزيناه ولكن غادي نخلصوه ان شاء الله. والحداد مسكين راه ظريف راه كيصبر معانا يعني كنعطيو داكشي اللي وجدنا ماشي مشكله. كما قلت لكم سبحان الله الواحد فاش كيبعد على الربا ويبعد على الكريدي ديال الحرام والله الا ربي كيسهل، ما حتى كنقولوا صافي ما بقاوش عندنا الفلوس وسبحان الله ربي كيسهل وكيجيب الله الرزق باش غادي نكملوا هذا الشيء. ايوا الحمد لله كما كتشوفوا هنا غادي ندقه دقه دقه، ماشي دقه واحده، كنبغي نقول دقه واحده. صافي اللي كاين كملتو كما قلت لكم، باقي غادي نزيد له الطبقه الثانيه. غادي نخليكم باش نمشي نرتاح، لان دابا هذا المونتاج عاده كنديرو الصباح، ولكن حيت غدا ما غاديش نكونوا درت لكم مونتاج في الليل. واخا راه كاين العاية وكلشي ولكن معليش غادي ندير المونتاج ونحط الفيديو باش غدا ان شاء الله كما قلت لكم غادي نقدروا نمشيو للمحمديه باش نشريو الفيرني ونشري بعض الاشياء اللي محتاجاهم بنتي. ومهم كما قلت لكم الا كتب الله وصلح لي نصور راه غادي نصور لكم المشيه ديالنا باش نلقى غير ما نحط لكم وما نغبرش. المهم راكم دابا متعودين على عليا ومتعودين علاش اصلا مضطرين نخدموا يوميا. ايوا هادشي اللي كاين، خليكم ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل. شكرا بزاف على التعليقات ديالكم الزوينين، كنحاول نجاوب راه في داك الاول فاش كنحط الفيديو راه كنحاول نجاوب على الماكسيموم ديال الفيديوهات على التعليقات. اللي ما جاوبتوش ما تقلقش مني لان راه صعيب باش نجاوب، تبارك الله كيجيبوا التعاليق كتر. شكرا لكم بزاف 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 على البارطاج وعلى المهم التشجيع ديالكم راه هو اللي خلينا مستمرين. صافي هذا هو اللي بغيت نقول لكم، تمسوا بخير، بسلام عليكم.